في الفترة الأخيرة أطلق المقاول والفنان محمد علي وثيقة للعمل، والوثيقة دي الحقيقة اهتم بيها مجموعة كبيرة من القوى المصرية. أنا معايا دلوقتي للتعليق على هذه الوثيقة المقاول والفنان محمد علي. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا محمد بيه، ومساء الفل على المشاهدين المعدية في البرنامج. حبيبي محمد بيه، قول لي بقى يعني أهم النقط في الوثيقة دي، القوة اللي مؤيداك في الوثيقة دي، يعني لم نرى قوة غير الإخوان، لم نرى 6 إبريل، لم نرى مصريين موجودين في الخارج، ولم نرى إلا جماعة الإخوان هي التي أيدت هذه الوثيقة. ممكن تطلعنا على أهم ما جاء في هذه الوثيقة بعد إذنك؟ أهم ما جاء في هذه الوثيقة إن أنا كنت زي ما قلت لحضرتك راجل ما عنديش خلفية عن الإخوان غير لما ظهروا على النشر قدامنا، يعني في مصر يعني جزء كبير من المصريين كانوا معرفوش موضوع الإخوان ده. تعال نتكلم النهاردة، الفزاعة اللي عملها النظام اللي موجود عملها بمين؟ يعني مثلا هل الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول إن هو عنده مشاكل مع التيار الليبرالي أو حركة 6 إبريل أو التيار اليساري أو العلماني؟ عبد الفتاح السيسي مش بيستخدم غير حاجة واحدة بس، هو الإخوان، وهو جعل الإخوان جماعة إرهابية، وده اللي هو صدره لينا، واللي صدره لينا إن ما عندناش في المشهد غير 2، يا القوات المسلحة هي اللي تدير الدولة، يا إما الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين دول إرهابيين وعايزين يحولوا الدولة إلى خلافة إسلامية، وده حقيقي اللي اتصدناه في المشهد. وحتى كمان في وجود الله يرحمه محمد مرسي وفي وفاته كان برضو اللي بيتصدر للناس ان هم عايزين يحطوا حد من عندهم بديل للرئيس المتوفي محمد مرسي. وخلينا نتكلم في احنا مثلا في مصر، انا كنت بشوف مثلا في الشارع وانا ماشي او في المظاهرات لما كنت بسمع او كنت انزل اتفرج، كنت دايما الاقي حاجه غريبه جدا، ان اقوى حزب منظم جدا كان الاخوان المسلمين، فيها حساب محترمه كويسه، ولكن اللي باين في المشهد كان جدا الاخوان المسلمين. والدليل على ذلك ما حصل ان هم رشحوا او الرئيس محمد مرسي اترشح من الحزب الاخوان، كان حزب الاخوان هو اقوى حزب موجود على الارض. فانت النهارده لما تيجي تعمل تصالح وتعمل تصالح مع حزب الاخوان، ده انت كده اول طيار هو عبد الفتاح السيسي بيتسند عليه ان هو ارهابي، بقول له قدام العالم كله ان الاخوان قبلوا ان هم يحطوا ايدي في ايديهم، زائد وثيقه مكتوب فيها دوله مصريه حديثه عصريه. ادي الحاجه اللي كان بيخوف بيها الغرب، ادي البيعه اللي كان بيبيعها ان الاخوان المسلمين ارهابيين، طب ادي الاخوان المسلمين وافقوا انه يخلوا مصر بلد عصريه حديثه زي اوروبا. ها ده اللي كان اهم حاجه في المرحله. طيب قول لي اين باقي القوى السياسيه يا سيد محمد؟ في قوى سياسيه بتعلن عن نفسها، وفي قوى سياسيه للاسف ما تقدرش تعلن عن نفسها بسبب ان هو بيحبس اهليهم، ليهم اهل في مصر. هو النهارده مش عادي يا استاذ محمد، النهارده اي حد بيطلع يتكلم معايا يقول اتحدنا مع بعض او مع الناس اللي كانت بتشتغل على الوثيقه بقى بيقبض على اهليهم، ففي ناس ليها اهالي في مصر والراجل النهارده بقى ما بيهرجش. ما قولك في ان السيد نادي الفرجاني بيقول على الوثيقه دي انها وثيقه اخوانيه؟ والله لا، هو شايف ان هي وثيقه اخوانيه وان الاخوان عدلوا فكرهم وخلوا ان هي عايزينها بلد عصريه حديثه زي اوروبا، متشكرين. يعني انت ما عندكش اي مانع من خلافه اسلاميه الى دوله عصريه حديثه، متشكر. يعني انت ما عندكش اي مانع من وصفها بكونها اخوانيه يا فندم؟ اللي يوصف في ناس اشتغلت على الوثيقه، زي ما قلت انا اشتغلت مع الجيش ما حدش قدر ينكرها، قلت ان في مجموعات وطيارات كتيره خارج مصر وداخل مصر اشتغلت فيها، فهي اوير بالكلام اللي انا بقوله ده. اللي عايز بقى يقول حاجه يقولها يا استاذ محمد براحته جدا، انا اللي اشتغلت فيها وانا اللي كتبتها براحته، اللي عايز يقول كده براحته. ايه الجديد في الوثيقه اللي قدمته الوثيقه، وهل في فرق بينها وبين البرنامج او الوثائق اللي اعلنت قبل كده؟ اعتقد بالكلام اللي انا بسمعه مفيش فرق، يعني حتى كانت اوجه الخلاف اللي كنت بسمعها من الناس كلها اللي كانت شغاله سواء من طيارات او احزاب، كانت الخلاف في نقط بسيطه. الوثيقه دي تفرق في حاجه واحده بس، ان هم كلهم اتحدوا عليها، كلهم اشتغلوا عليها او معظمهم اشتغلوا على الوثيقه دي، مش واحد اللي عملها وفرضها. كل واحد قدم وثيقه وهم قعدوا يتناقشوا مع بعض في نقط الخلاف، انا كان يمكن ما اتدخلتش خالص لا من بعيد ولا من قريب.
وقلت لهم اتناقشوا براحتكم مع بعض وتعالوا نشوف نقط الخلاف ايه ونحلها مع بعض بس. طيب تفتكر الناس مش قادره تعلن اسمائها، هل دول هيقودوا ثوره؟ اه طبعا. ازاي؟ ما هو دلوقتي ما مش هينفع يعلن ان هو دلوقتي منفصل، لما نيجي ندفع على الحراك هم ليهم ناس وليهم شعبيه كده على الارض هيحركوها. يعني عايز اقول لحضرتك النهارده، حضرتك شفتك في الحلقه بتقول الجيش المصري بدا في الانتشار لحمايه المنشات. أيوة. ليه يا حرب؟ طب ما تسال يعني، طب ما ليه الجيش عمل كده؟ اشمعنى المره دي الجيش عمل كده؟ حلو، خلينا يا محمد بقى نتكلم بلدي كده جد. حضرتك مبسوط يعني مش مبسوط؟ خليني اقول لك يعني بلاش تكون مبسوط، بلاش اوصف مشاعرك، لكن انت حاسس كويس قوي ان السيسي مرعوب من التحركات دي، بدليل انه منزل الشارع بالطريقه دي، الجيش منزله الشارع لحمايه المنشات الحيويه، قالب وسط البلد، عمال يلطش في الناس، عامل اعتقالات وقمع. جميل جدا. السؤال بقى كان بيساله لي حد دار بيني وبينه كلام من شويه، هل السيسي خايف منك ولا خايف من الوثيقه ولا خايف من اليات تطبيق الوثيقه دي؟ هو اولا خايف من الشعب. لو تفتكر حضرتك اول مره في المؤتمر كان قال ايه؟ الامن القومي قال لي، وهم قالوا لي ودي اسرار وما ينفعش. تمام تمام. وهو قالها تمام. كان إيه؟ نعم تمام تمام. كان ايه المقصود او ايه الخطه او ايه البانيك اللي حصل له عشان يطلع يرد؟ ان هم اتفضحوا قدام الشعب ان انا واحد منهم وقوي جدا وسطيهم. ايوه. وطلعت قلت ده، طب الراجل هيطلع يقول ايه؟ هو خلاص قدام الشعب اتفضح، والراجل طلع اعترف بنفسه عشان منهم، انا فاهمهم كويس وذاكرهم كويس وعايش معاهم 15 سنه وعملت التصاعد معاهم وكنت بشتغل معاهم في اداره البلاد بس طبقا للي هم عايزين، ادير معاهم مشروعات، اقسم معاهم. أيوة. مشروعات. انت عايز تقول انه خايف من الشعب؟ طبعا خايف من الشعب واتفضح قدام لكن الشعب. لكن انت مش واخد شايف ان هو ربما يكون خايف من اليات تنفيذ هذه الوثيقه؟ طبعًا. حلو قوي، حلو جدا. لا لا، الموضوع اخذ شكل الجد. حلو، ايه هي بقى اليات تطبيق الوثيقه دي؟ اول حاجه ان معظم الطيارات ومعظم الاحزاب اتفقوا، ومن الحاجات المهمه ان الاخوان المسلمين اقروا ان الشرعيه للشعب، تقول للشعب بعد وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي. تمام. وافقوا على وثيقة مكتوب فيها دولة عصرية مدنية حديثة. كويس. ده بانك للسيسي ان النهاردة الاخوان تحط ايدها في ايد محمد علي. ليه؟ لو لاحظت حضرتك. أيوة. كان الاعلام المصري بيشتغل على حاجتين، ايه يا اخوان يا مسلمين هتحط ايديكم في ايد واحد خمرجي وبتاع نسوان؟ أيوة. عشان الاخوان المسلمين ما يحطوش ايديهم في ايديا يا بتوع حسن البنا، وكأن الإعلام المصري أو جزء من الإعلام المصري بيتحايل على الإخوان المسلمين إن مش ده النموذج اللي أنتوا تقتدوا بيه. تمام. طيب الحتة التانية جزء من الإعلام المصري بيشتغل عليها، ده إخوان، ده إرهاب، ده الإخوان اشتروه، الإخوان دفعوه عشان أنا ما أقربش من الإخوان وخاف أقرب منهم. يبقى كده هو فصل قوتين عن بعض خلاص، لا الاخوان عايز اتقرب مع محمد علي عشان اسمها لا يلوث، ومحمد علي هيخاف يقرب من الاخوان انها جماعات ارهابيه. وده حزب قوي وطيار ليه وضعه، فلو انا قربت منه بقت بالنسبه له كارثه. لما قربنا واتفقنا انا احنا والاخوان وزائد بلس الطيارات والاحزاب اللي موجوده اللي احنا قدرنا نعلن اسمها واللي احنا ما قدرناش نعلن اسمها، ده خلاه بقى يعمل الحركه اللي انت قلتها، الجيش المصري بدا في الانتشار لحمايه المنشات لانه حاسس بالفعل ان في ثوره. مين الطيارات يعني يا محمد اللي انت بتتكلم عليها؟ يعني مين الطيارات غير الاخوان؟ ده كان سؤالي، مين الطيارات غير الاخوان؟ لازم يعني مثلا التيار الليبرالي، دكتور ايمن زعيم حزب الغد طلع قال، دكتور ايمن نور، دكتور ايمن نور طلع قال. تمام. اعلن في ناس بقى في 6 ابريل موجوده مثلا الاشتراكين. إيه؟ الثوريين 6 ابريل موجوده، الاشتراكين الثوريين موجودين. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، في ناس قالت لي ما تعلنش اسماء، انا دول اللي بيطلعوا قلت له عايز يعلن يعلن، وفي ناس قالوا لي محمد مش هنقدر نعلن، الناس بالفعل جدا خايفه. طيب يعني توحد طيب كلنا. طيب ساعه الصوت. طيب معلش خليني برضو اسالك ازاي هنطبق الوثيقه دي في الشارع؟ يا باشا النهارده انت معاك ضمانه، انا بقول النهارده بمثل ناس وده حزب الاخوان. ايه الضمان؟ ايه الضمان؟ انا عايز اكلم حضرتك الاجابه. غير القوى الوطنيه اللي موجوده،
قالت ايه؟ موافقين على الوثيقه. الوثيقه دي ايه؟ حتى لما قالوا لي على فكره الوثيقه انا كنت ما اعرفش عن ايه وثيقه، خلي بالك. قال لي محمد انت بتتكلم كلام مرسل. تمام. انا كان عندي وجهه نظر اظهر للشعب فساد الجيش بس. لما الموضوع تطور وكبر والناس نزلت يوم 20 ابتديت اشوف احنا ممكن نعمل ثوره بس تبقى ثوره منظمه. طب ايه اول حاجه اتفق معاهم؟ المعارضه اللي في الخارج. طيب. انا هتفق مع مين؟ فشفت الاحزاب والمعارضات اللي بره، وكنت عارف ان حزب الاخوان برضو بره زي ما قالوا في لندن وفي تركيا وفي قطر. بعد الاتفاق مع كنت معلش كنت اسال ليه ما خدتش بالي السؤال الاليه ازاي هتطبق ده اليته؟ يعني ما هو القادم بقى؟ بعد ما اتفقنا احنا والمعارضه هم دلوقتي بيظبطوا الحراك بتاع الشارع. بس قال لي خلي في وثيقه يا محمد تبقى مكتوبه ضمانه للشعب ايه اللي جاي. يعني دي مش وثيقه ثوريه. انا كنت بقوله مرسل، بقول ايه؟ هخليها انا عايز مصر تبقى زي يوروب بقوانين يوروب. فقال لك لا ده ما ينفعش، ما ينفعش تقول كلام مرسل كده، لازم تحطه في وثيقه مكتوبه يبقى عهد ما بيننا وما بين الشعب. وتطلع تقول بعد ما اتفقوا اخذت الوثيقه، الوثيقه دي ما بين عهد ما بيننا وما بين الشعب بعد رحيل السيسي. اي واحد مصري ماشي في الشارع يطبق الوثيقه كده عشان يحطها في عينينا كده. يعني الوثيقه دي كانها دستور مبدئي. تمام جدا. ما عندك بقى برلمان محترم وعندك حكومه محترمه. تمام. ونبدا نتناقش فيها زي ما الشعب بقى ما يعوز. طيب. الكلمه الاولى والاخيره للشعب. كان في كلام ان هيتعمل استفتاء الكتروني على الوثيقه دي. لا ده كان نوع من انواع التوهان اللي كنت بعمله. هتعمل ازاي استفتاء الكتروني؟ يعني انت النهارده منتظر حضرتك من اللي في الصعيد، اختي ولا بنتي ولا امي ولا في بحري ولا في مناطق الشعبيه، هتخش تعمل استفتاء الكتروني؟ مفيش الكلام ده. انا كنت بتوههم وبتوه النظام في الاستفتاء الالكتروني، وكنت بشتغل مع الطيارات ومع الاحزاب عشان اتفق معاها عشان تبقى ضربه قويه جدا في وجه النظام. ان عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لحضرتك انا بلعب معاه جيم، انا راجل كنت شغال معاه مش قليل. يعني انا رئيس خليتي كان كامل الوزير، لو عايزين تعتبرني ان في حاجه اسمها خليه زي اللي انا سمعته خليه مين خليه مين، لا انا خليتي كان كامل الوزير. فانا عارف ازاي هضربهم فين في المفاصل اللي توجعهم، لان انا ست سنين شايف الخطه اللي بيعملوها عشان السيسي يمسك البلد. فكنت متابع ده ومتابع ازاي بروز الاخوان ومتابع ازاي عامل ايه مع محمد مرسي، كل ده انا كنت شايفه قدامي بس ما اقدرش اتكلم، هتفرق في ثانيه. طيب هل هيبقى في دعوه بعد كده الى مظاهرات مثلا او اعتصام او عصيان مدني؟ طبعا. وده اللي بينظموا الطيارات والاحزاب اللي هنقعد فيه بقى، هم اللي هينظموا الحراك اللي في الشارع. يعني انتوا هتدعوا بقى محمد؟ لسه ما عندكش، يعني شفنا الجيش كله مع السيسي، يعني لسه ما عندكش اي اتصال بالجيش المصري او ما عندكوش اي اتصال بالجيش المصري او بقيادات من داخل الجيش؟ بالفعل معانا اتصال مع ضباط مش قيادات، حتى لو قيادات هي قيادات صغيره. والاول مره بقى يبداوا يحتكوا معانا في الكلام، مش بيتكلموا معايا انا، يعني بيتكلموا مع ناس ثانيه. بس مش هقدر اقول برضه، بس حصل اتصال حقيقي. طيب يعني انت وفي منهم ناس، يعني في منهم ناس وحياه ولادي هكلمهم، بس انا من كميه ضغط التليفونات الوهمي فمش قادر. بس هكلمهم. لا معلش، انت بتقول في منهم ناس وحياه ولادي هكلمهم، كانك من على الهوا دلوقتي بتوجه لهم رساله يعني؟ ماشي عادي جدا. لا انت بتقول كده دلوقتي، بتقول وحياه ولادي هكلمهم. هرد عليهم. انا قصدي ان انا مضغوط مش اكتر. طيب معلش، الناس اللي لسه خايفة من انقمع النظام وازاي هنقدر نهزم السيسي وإلى آخره من الكلام ده، انت دلوقتي حاسس ان ممكن دعوتك تلقى قبول عندهم؟ طالما اتفقت معاهم اتفاق محترم، مش انا لوحدي بس، انا وناس محترمة وطيارات واحزاب عرضنا عليهم وثيقة وهم شايفين النهارده اللي بيحصل في البلد، بس اتجمعوا على قلب راجل واحد هينزلوا، خلاص بقوا عارفين ايه الخطوه اللي جايه، ايه اللي بعد كده؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. النهارده بالصدفه كده بتفرج على اليوتيوب، شفت السيسي في مشهد لطيف جدا جايب شيخ الازهر وجايب بابا الكنيسه على كام لواء بحريه على كام على وزير الدفاع، اللي هي انت عارف انت اللي هو بنسميه الريكلام اللي بيعمله لنفسه ده. وطلع قال لي الراجل احنا نجيب حكومه محترمه ونجيب مجلس شعب محترم بانتخابات نزيهه. طب ما هو عادي جدا، ما هو ايه اللي عمله السيسي يعني؟
لما من ساعه ما اتشال حسني مبارك لحد لما انقلب على محمد مرسي، عمل ايه السيسي؟ قال لك احنا عايزين انتخابات نزيهه، احنا عندنا مؤسسات ولكن عايزين ادارتها ازاي؟ عايزين الانتخابات اللي بتتم فيها نزيهه، الناس اللي بتمسك مناصب دي يكون لها تقييم، مش واحد هو اللي بيختارها بمزاجه. بالعكس احنا سيسي لما يمشي حالنا هيكون افضل حتى في المرحله الانتقاليه، عشان الناس اللي هتمسك لها تقييم، وانت كده كده عندك المؤسسات. انت ممكن تلاقي ناس في مجلس الشعب، هي ممكن تلاقي ناس محترم، ممكن، بس لما نعمل انتخابات نسيها ويخش عندك برلمان محترم وحكومه محترمه على الوضع اللي انت فيه ده، تقدر في الفتره دي تغير كمان في السيستم. الموضوع مش عظيم يعني. طيب خليني معاك معلش يا استاذ محمد، يعني هل في خطه زمنيه وجدول زمني انت والمجموعه يعني اللي بتدور الوثيقه دي ماشيين عليها؟ طبعا. هل في جداول وفي تواريخ بعد انتهاء الوثيقه؟ يعني انتوا خلاص انتهيتوا من وضع الوثيقه ونشرها عن طريق حضرتك في الفيديو، الخطه القادمه ايه اللي جاي في الخطه القادمه بقى بعد ما شان السيسي حكومه انتقاليه لمده سنه؟ بس لا انا يعني حضرتك سبقت قوي، انا بتكلم على قبل كده يعني. قبل كده يعني في عندنا بقى بيظبط هم بقى الحراك اللي في الشارع هيتم ازاي، الاعتصام لو في اعتصام. هل في مدى زمني لتحريك الناس في الشارع؟ طبعا احنا عارفين هنحركهم امتى، وهو حاسس هنحركهم امتى، واحنا حاسين امتى. يعني انتوا حاطين جدول زمني لتحريك الناس في الشارع؟ طبعا يا فندم. وعندكم اتصال بالشارع بالارض؟ مظبوط يا فندم. طب خليك معايا، انت مره في اخر لقاء بيني وبينك قلت لك، كان سؤال واضح، ماذا لو فشلت في يناير القادم؟ قلت لي هبطل عمل سياسي وحراك سياسي وهشتغل بيزنس بقى، فاكر انت السؤال ده؟ طبعا. يعني المدى الزمني اللي بنتكلم فيه يناير؟ يناير. ده انت واثق قوي. جدا جدا. يعني في يناير هيكون الشعب اتحرك. نتمنى في اليوم اللي احنا هنبلغ فيه الحراك بتاع الشارع ان الجيش ياخد خطوة، وتبقى الاول مرة في حياته محترمة انه يقبل على السيسي. طب وليه مش في فبراير، في مارس؟ ايه الفكرة في يناير يعني؟ بنحب يناير، دي ذكريات حلوة عندنا. عندك انت ما نزلتش يناير اصلا يا محمد؟ لا ما منزلتش. مصريين. لا بس انت منزلتش، انت يعني ماشي. مظبوط انت هتشوف بقى لما اطلع اتكلم، انا هعمل له فيديو ما يقول عندنا. طيب يعني انت عايز تقول للمصريين ذكرى يناير الحلوه دي هنعيدها تاني؟ بس ممكن في 10 يناير، 5 يناير، ما مش مهم 25، لكن احنا خلال شهر يناير. مظبوط. اذا الخطوه الجايه هي التحرك على الارض في خلال شهر يناير. نشوف كده السي ان ان بالعربي بتقول عنك ايه. شوف كده، بعد فشله باخراج مليونية ضد السيسي، محمد علي يصدر وثيقة التوافق المصري، ونائب المرشد الاخوان يعلق. ده السي ان ان بالعربي، وده 12 يوم 29 ديسمبر يوم الحد، وكان طبعا قدام حضرتك اهو، لو قدامك الشاشة، انا عارف انك مش قدامك الشاشة. أصدر المقاول المصري محمد علي وثيقة أطلق عليها اسم التوافق المصري مجددا هجومه على النظام المصري وفي مقدمته السيسي، وذلك بعد فشل محاولة سابقة له للدعوة للخروج بمظاهرات مليونية. تعليقك يا أستاذ محمد. حضرتك قلت مكتوب وهذا يساعد على إسقاط السيسي، السي إن إن كاتبه كده؟ ان هي اللي كاتبه كده، سي ان ان هي اللي كاتبه كده صح؟ قدام حضرتك على الشاشه دلوقتي. انا بتاكد، بس سي ان ان كاتبه كده، السي ان ان هي اللي كاتبه كده. طب تمام، الحمد لله لما اكون السي ان ان شايفه كده، ده حاجه عظيمه. انت ليه بتراجعني؟ دي شهاده من السي ان ان. انت ليه بتراجعني في السي ان ان؟ لا انا شايفها، فانا فاكر دي طالعه من البرنامج من عندك مش من السي ان ان. لا 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 ما نقدرش نعمل كده، ده احنا لا انا فاكر السي ان ان تقفل لنا القناه. لا طبعا لا انا فاهم. انا فاهم انت ونس، انا بس كنت مش فاهم ايه اللي مكتوب قاعد اقول السن، انا اول مره اشوفها الصراحه، فبقول لك السن قالت كده. لا دي شهاده. انت عشان هم هاجموا السي ان ان وقالوا عليها اخواني يعني السن. طب ما تعليقك انت على السي ان ان؟ السي ان ان دي عايزه كلام استاذ محمد. السي ان ان انا لو راجل صحفي اتمنى اشتغل فيها، لو اعلامي اتمنى،
طبعا سنهم احنا بنتكلم في ايه؟ بس سنهم نقول اسماء وبس. بس هي وصفتك بانك فاشل، فشلت مش مشكله، يكفي ان هي جابت سيرتي. ما هو طالما جابت سيرتي وانا فاشل يبقى احنا يبقى انا مؤثر. طيب يعني هل تتوقع ان لو حصل نزول للشارع في خلال شهر يناير ان شاء الله وتحركت الدنيا؟ امين يا رب. هل تتوقع انه ممكن يحصل صراع دموي في الشارع بين الجيش والشعب؟ لا ما اعتقدش. ايه الضمانه؟ الضمانه ان انت النهارده عندك الشرطه 1.5 مليون، 2 مليون، والجيش 500,000. 2 مليون لا قدر الله للشعب لو نزل تربطها تبقى من حديد، مصيبه. انت بتتكلم النهارده لو نزل لك بس 50 مليون كارثه نوويه بكل المقاييس. 50 مليون حسابات، حسابات ان اصل الجيش مش هيمسك بمدرعه هيضرب في الناس كده. خلي بالك ان في مشكله عندنا، انا كنت بسمعها من الجيش كمان لما كنت بقعد معاهم، ان انت الشوارع حرب عصابات، فيقدر تستخدم فيها البنادق اللي هي زي البانيل اللي هي الالي والنص الي والحاجات دي، الخرطوش. برافو عليك. ده اللي يقدر يستخدمه، وبرده مش بالقوه اللي انت شايفها، مش ممكن يمسك الالي يعمل كده في الناس. ايوه، لان ممكن يكون اخوه واقف، واحد صاحبه واقف، فالموضوع عندهم بيبقى صعب. يعني الحاجات الحاله اللي ايه، طيب المدرعه اللي هو بيدخلها جوه الشارع دي او الدبابه، ده شغل اوانطه. هل انا اقدر اطلع دان الدبابه في التحرير او مثلا في مسبيرو او في صلاح سالم او في الاتحاديه؟ لا، هفجر البلد، دخل في حرب. هو بيحط العربيات والحاجات دي ريكلام ارهاب، عارف انت؟ كان يقول لك اضرب على الارض في فيلم ترهب العدو. ايوه، فهو ده. فانت لما تيجي تقيس قوتهم على بعضيهم، شرطه وداخليه، سوري جيش وشرطه، كلهم على بعض ما يكملوش 2 مليون 3 مليون. فانت جبت 3 مليون قصاد 50 مليون، لا طبعا ده ممكن يعملوا لهم اباده. يعني انت تضمن انه مش هيحصل صراع او التحام او اشتباك عسكري ما بين الجيش والشعب في حاله نزول؟ مستحيل، ما يقدروش، ما هيجيلهم خطه خلاص. دول نزلوا الموضوع انتهى، قوه ومقاومه. مفيش قوه تقدر تواجه النهارده حتى 50 مليون، 40 مليون، 30 مليون، 20 مليون. الدافع اي حسابات الا لو هيضرب صواريخ. تمام. طيب ايه الدافع يا محمد بيه انه حد ينزل؟ يعني ايه الدافع اللي يخلي مواطن مصري يستجيب للنداء بتاعكم او بتاع القوه اللي مع حضرتك وينزل الشارع ويخاطر؟ عشان مصر كويسه، وعشان الخير فيها كتير، وهو بيهتم بالغلابه ومروق البلد الصراحه، واقتصاد رهيب. فهننزل نتدلع، يعني هننزل ايه؟ يعني احنا بنحكي في ايه وقلبنا موجوع من ايه؟ انا هديت امبراطوريه اسمها محمد علي في مصر عشان ايه؟ عشان في ناس بتموت من قله الاكل، مش هنقول المرض. فمين اللي هينزل؟ انت يعني ده سؤال يا استاذ محمد. الناس هتنزل اما هتموت. لا، ما هو الوضع ده شغال بقاله زمن، يعني ايه المشكله؟ ما هو يعني عشان بياخد حالات انفراديه. ما انت النهارده النظام النهارده دايما بيحارب في ايه؟ ما بيخليش ليه بقول دايما بيمسك الاحزاب يكسرها، او الطيارات يكسرها، او حتى الاشخاص لو نجمهم علي بيكسرها. ان هو بيخاف ان الناس تتجمع على مبدا واحد، او مع 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 طيار، او مع حزب، او مع شخص، عشان يفضل طول الوقت هو اللي متصدر المشهد. لو تلاحظ كان عندنا سؤال احنا كمصريين دايما كنا نقوله لبعضينا ايام حتى حسني مبارك، كنا احنا بنقول كده. واحنا يعني اني واي بقى، طبعا في ناس كان غيرنا بتفهم بقى في السياسه والكلام ده، لكن احنا بنقول هو حسني مبارك لو مش النهارده مين اللي هيجي؟ زرع عندك في الموروث هو ده، لان هو اللي بيتصدر المشهد. ولما لقى ان في حزب قدامه قوي زي الاخوان طلعه لك ارهابي، لان مين عندك في المشهد ممكن انت تختاره؟ مفيش. هتلاقي المصريين عطوا، لان هو مش مد الواحد فرصه يظهر بمواهبه. لما لقى النهارده الناس، أنا آسف، بتتجمع على قلب واحد جالك، وكمان كنت ابنه. وعشان كده ليه كان عايز يخلص مني؟ ليه قعد أسبوعين؟ عشان كانت أمنية حياته، عارف إن هو عايز يقتلني عشان محمد علي فضحنا قدام الناس. محمد علي خلانا بورصة، اللي صغير والكبير بيتكلم علينا، ده العالم العربي بيتكلم عليه. طيب يعني بيجمعهم النهارده الطيارات والمعارضة بتتحد. طيب وقدموا للشعب وثيقة، نزل بقى جيشك ونزل كل حاجة، لأن هتبقى مصيبة البلد هتضيع. طب يعني في 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 نهاية اللقاء ده عاجلا كده، ممكن تقول لي في نقط، إذا يعني إذا أمكن،
انتهيت من وضع دستور، انتهيت من وضع دستور والقادم واحد اتنين تلاتة والخطة الزمنية كذا. احنا مش عملنا وضع دستور، احنا حطينا وثيقة الخطوط العريضة مبدئيا اللي هو التحرك العهد اللي بيننا وبين الشعب. تمام. الحاجات زي ما تقول مثلا المهمة، بعد كده الدستور يبنيه الشعب خلاص، يجيب بقى برلمان ويختار برلمان وبحريته، والبرلمان ده يشكل حكومة. في خطوة قبلها يا أستاذ محمد، وهي خطوة تحرك الناس في الشارع. ما احنا ما لو تحرك بقى، احنا دلوقتي بنحضر للحراك، هم هيحضروا الحراك وانا هطلع عليهم لان انا بعرفش اعمل حراك. دي الخطوة اللي جاي دلوقتي، تجهيز للحراك. يعني اللي جاي ان شاء الله يعني اعلان يوم الثورة امتى، يعني نزول امتى الشارع. يعني انت بتقول دلوقتي انك ما تعرفش تعمل حراك، ما انت عملته في 20 سبتمبر. ما عملتوش، انا كنت ما اعرفش، انا قلت لك، انا قلت الناس نزل، الناس نزلت بجد، مش قلت انا اتخضيت، ما انا لسكت اني ما عنديش حاجه. فانت معتمد على قوة اخرى تعمل لك الحراك في الشارع. الناس بقى اللي بتعرف تعمل الحاجات دي، طبعا في ناس مذاكره الكلام ده. طب ماذا لو لم يتحرك الناس في الشارع؟ ما اعتقدش، مستحيل. اوكي، بلان بي باذن الله طبعا سبحانه وتعالى. يعني بلان بي، يعني سيناريو تاني، يعني ماذا لو مصر راحت في داهيه؟ في داهيه الناس دي هتشوف ايام صعبه جدا. انا كنت منهم، عارف البلد رايحه لفين، ما انا كنت جوه المنظومه. مصر بتقع بلا شك، وبتفلت من ايده، مهما هيعمل بتفلت من ايده. الراجل ده حقيقه والله يا استاذ محمد محتاجين نكشف على اقوال عقليه. محمد انت فنان، ممكن اعتمد على الخاصيه دي عندك واسالك سؤال فني قوي جدا؟ يعني ارجع بذاكرتك لحوالي مثلا لسنه 2014. ماشي. مع رجل اعمال عنده شركه مقاولات، عنده صناعيه بيشتغلوا محاره، مبيضين، بتوع مسلح، بتوع بنا الى اخره. يعني تخيل ان الوثيقه دي عرضت على هذا الشخص وهذه المجموعه بصدق، ماذا كان هيبقى رد فعلهم؟ معلش عندي برد والله شديد. ما انا عندي برد. انا مره قلت وجهه نظري حوالي محكمه عسكريه، مش فصيحه، وجهه نظري في مشروع اتحولت محكمه عسكريه وحليت الموضوع يعني بعد كده. في مشروع، في مشروع، انا بتكلم على عامل محاره وحضرتك المقاول بتاعه او رجل اعمال. مش على الظباط؟ نعم. لا مش على الظباط، انا بتكلم على انا عامل محاره او بتاع نجاره، وحضرتك بتقول له الوثيقه اللي اصدرها محمد ناصر كذا كذا. تخيلك كخيالك كفنان هيستقبلها ازاي الفكره؟ الوثيقه اللي احنا عملناها، ايوه، هيوافق عليها 100%. هيوافق عليها 100%، مش 1%، 100%. مين هيكره ان بلده تبقى محترمه؟ مين هيكره ان بلده؟ انت كنت بتضيع حوارات زي دي مع العمال عندك، وكانوا وكانوا بيقولوا الكلام ده اللي انت يا ريت ده كانوا نفسهم بعد ما ياخدوا مني مكافئات في الشغل ان هم يسافروا بره، يعيشوا بره. طبعا جزء منهم مش كلهم. يعني انت ظنك ان العمال اللي بيشتغلوا وبيرتعوا في خير السيسي دلوقتي في العاصمة الإدارية أو في غيره، لما هيشوفوا الوثيقة دي هينبسطوا؟ معلش قلت بيتمتعوا في غيره فين؟ في العاصمة الإدارية أو في غيره؟ لا لا، طب ما تبعت حد بكرة يصور لي كده واتحداك، عايز أشوف الشغل في العاصمة الإدارية. ماله؟ عايز أشوف الشغل في العاصمة الإدارية، ابعت لنا حد من مصر. ماله الشغل في العاصمة الإدارية؟ ماله؟ واقف يا باشا، واقف. مين قال لك إنه واقف؟ يا باشا أنا مش كنت شغال في العاصمة الإدارية؟ الشغل اللي شغال الحاجات المهمة اللي هيبقى فيها افتتاحات، لكن بقية المشروع كله متوقف. طب أنا راجل كذاب، حد ينزل من طرفهم بالموبايل يروح يصور لكم العاصمة الإدارية؟ دي عاصمة يعني، مش عراق واحد بتخشها برضه عربيات مقاولات وبتاع. فأنت شايف إنه الشغل واقف في العاصمة الإدارية؟ أيوه طبعا، الشركات الكبيرة بس هي اللي شغالة، في شركات بتقفل. بس محمد أنا كنت موجود في مصر،
يعني الشركات المقاولات اللي احنا سامعين عنها دي كلها بتقفل دلوقتي. مش طب هقول لحضرتك على حاجه، تفتكر حضرتك في المؤتمر بتاعه لما رد عليا قال ما فيش شركات مقاولات لها مليارات؟ طيب خلاص بتتخرب دي حضرتك، لان الفوائد في البنوك ما قدرتش تسدها، المستحقات بتاعتنا اتاخرت واحنا واخدين. اذا انت متخيل او متاكد انه بحسك انه الناس هتستقبل هذه الوثيقه استقبال جيد، وانه تبقى للخطه الزمنيه خلال شهر يناير هيحصل تحرك من الشارع، والناس هتنزل الشارع في خلال الشهر ده، وهيتم خلع السيسي فيه. دي مشيئة الله سبحانه وتعالى. بمشيئة الله. وهيتم خلع السيسي فيه وتطبيق هذه الوثيقة بشكل عملي وتحويلها إلى خطوات تنفيذية. مظبوط كده يا فندم؟ مظبوط يا فندم. حضرتك ليك أي رسالة توجهها؟ لو أنا قلت لك وجه رسالة للقوى السياسية دلوقتي هتقول لهم ايه؟ انا فخور جدا بس سريعة. انا فخور جدا اني اتعاملت معاكم، انا متشكر جدا لحبكم لمصر ولبلدكم لمصر، انا مبسوط ان انا فهمتكم، كنت مش فاهم رؤيتكم ايه، وان شاء الله ربنا هيكرمنا، وانا واثق ان النظام اتقهر لما احنا توحدنا، واللي جاي ان شاء الله ثورة عارمة في كل شوارع مصر لنزع السيسي من الكرسي. وبرضه سيارة كده للشارع المصري. هانت يا شعب مصر، هانت ونقول حريتنا ونشوف بلدنا بلد محترمة متقدمة فيها حريات بجد زي الدول الأوروبية أو الدول المتقدمة المحترمة. هانت. عندي سؤال خارج السكريبت خالص. أوامر. لو إنه حصل واللي حصل، لو إنه حصل ثورة على رئيس دولة، مش ده يبقى انقلاب عسكري؟ لا، ده الشعب. الشعب مش مؤسسة، الشعب مش جهة، هو دايما بيخسره، حتى يقول لك الجيش والشعب. انت منين بتعترف بان السيسي رئيس وعمال تقول الرئيس السيسي وفي نفس الوقت بتريق؟ نعم بتريق. انا خدتها جد. منين عمال تقول عليه يا رئيس محمد علي اللي بيكلمك، انت مش واخد بالك؟ انا ما انا فهمتش، بس انا خفت والله، انا قلت بس عايز افهمها، منين بتقول عليه الرئيس ومنين عايز تعمل ثوره عليه؟ طب ما هو يبقى انت كده اكتر واحد في مصر بيحبه انا. هو كمان بيحبك قوي. على كل حال بشكرك جدا واتمنى التوفيق وتاكد ان احنا كاعلام وراك وبندعم هذه الوثيقه. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ومتشكر ليك وللساده المشاهدين والمعدين، اشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا فندم جدا، بشكرك. ده كان لقائنا مع الفنان محمد علي وتعليق على الوثيقه. خلينا نطلع فاصل ونواصل. ماذا ينتظر المصريين؟ نسال الله بس انه يكون اللي بيقوله محمد علي ده يحصل. نسال الله انه في خلال شهر يناير تكون الموضوعات خلصت، الناس في السجون يعني تعبت، الأسر برا السجون تم استنزافها، الرعب مال الشوارع. فنسأل الله أن الشعب المصري الحقيقة يعني يستجيب، مش عشان محمد علي، احنا مش عايزين محمد علي ولا عايزين سين ولا صاد ولا غير ولا إخوان ولا غير إخوان ولا الجو ده، بجد احنا عايزين البلد دي تبقى أحسن، عايزين بس نرفع الظلم على الناس اللي في السجون، يخرجوا أيا كانت رايتهم، إخوان مسلمين ليبراليين 6 ابريل، اللي بره السجون ايا كانت ملتهم او رايتهم يرتاحوا من القمع والخوف. عايزين بس المصريين يتحركوا بجد يا جماعه، بجد انتوا مفيش امل والله بقى، صدقوني مفيش امل. بص مصطفى بكري يطالب البرلمان بتفويض السيسي لحمايه الامن المصري، مفيش امل. اوعى تامل في دول، اوعى تامل في اعلامه، اوعى تامل في رجال دينه، اوعى سواء كانوا مسلمين او مسيحيين، اوعى تامل في 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 جامعاته، اديك شايفهم جامعاته ورجال دينه وصحفيين واعلام، كلهم خنازير بريه، كلهم تم تدجينهم كده. لا والله ما خنازير بريه، خنازير بريه على الاقل دي متوحشه، دول خنازير مدجنه كلهم. مفيش امل، ولو مبارك رجع تاني دلوقتي
والله العظيم هيسجدوا له زي ما كان مصطفى بكري بيسجد لجمال مبارك. كلهم مفيش امل، كذب في كذب، فلا امل الا في الله وان الشعب نفسه يتحرك الحقيقه. يعني اعملوا اي حاجه لان الوضع من سيء الى اسوأ الى اسوأ.